السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. اليوم غادي نحضر معكم طاجين المدربل المراكشي بالدنجال والحمص من أسهل وألذ ما يكون. إلى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش تعملوا اشتراك القناة ديالي وتبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم لتعم الفائدة. نشوف المكونات وطريقة التحضير. ناخد إناء اللي غادي نحضر فيه الشرمولة، نضيف ليه زيت زيتون ما يعادل 3 ملاعق كبيرة، ممكن نضيفو زيت نباتي، ملعقة كبيرة بقدونس أو معدنوس مفروم، 3 فصوص من الثوم مفرومة، نضيف التوابل، ملح، بابريكا، زنجبيل، فلفل أسود، كركم، كل مكون منه ملعقة صغيرة. نضيف عصير ليمون حامض، انا عندي هنا عصير ليمون مركز، نضيف تقريبا ملعقه كبيره. نضيف الزعفران شعره القليل فقط، نحكمه بالاصابع ديالي على هذا الشكل. هذا الزعفران كيعطي واحد الطعم هائل جدا لهذه الشرموله هذه. نخلط المكونات مزيان، من بعد نضيف تقريبا 3 ملاعق كبيره من الماء. انا الطاجين من غادي نطيبه ما غاديش نوضع عليه الماء، غنكتفي فقط بهاد 3 ملاعق كبيره اللي وضعتها مع الشرموله. نخلط المكونات مزيان، من بعد نضيف اللحم. انا استعملت هنا كيلوغرام من اللحم، اللحم الغنمي ما كياخدش وقت كبير في الطياب. نوضع الكميه ديال اللحم كلها في الشرموله، غادي نخليها تقريبا نصف ساعه. كل ما خلينا اللحم في الشرموله مده اطول كيجي ألد. صافي غادي نخليه نصف ساعه، غادي نغطي عليه بكيس غذائي او كيس بلاستيكي ونعود نرجع معكم بعد نصف ساعه. من بعد ما مرت نصف ساعه غادي ناخذ الطاجين اللي غنطيب فيه، نوضع فيه قطع اللحم اللي تبلت. صافي من بعد هذيك الشرموله اللي بقات نضيفها فوق اللحم من الفوق، ونوضع الطاجين على نار تكون ناقصه. غادي نوضع تحت من الطاجين واحد الحديده باش تكون مباشره على النار، عاد نحط فوق منها الطاجين باش الطاجين ما يتشققليش ونبقى محافظه عليه. صافي غادي نغطي عليه ونخليه 10 دقائق ونرجع معكم. من بعد ما مرت 10 دقائق في هذا الاثناء غادي نضيف البصله، حبه واحده من البصل اللي قطعتها مشلضه على هذا الشكل. هذا انا النار ناقصه عليها ما رافعش عليها باش ما يتحرقليش اللحم. صافي غادي نحاول انني نقلب هاد قطع اللحم للجهه الاخرى كيف كتشوفوا. الطاجين كيجي رائع جدا من ألد ما يكون. صافي كيف كتشوفوا الطريقه بسيطه جدا. من بعد نضيف حبة واحدة من الطماطم محكوكة أو مبشورة، نضيفها من الفوق على هذا الشكل. هذا كيف كتشوفوا نحرك المكونات شوية. من بعد نغطي على الطاجين ونخليه تقريبا نصف ساعة ونعود نرجع معكم. في هذا الاثناء ناخذ اناء نضيف ليه زلافه ديال الحمص. الحمص نقعته في الماء ليله كامله، نضيف الماء كميه من الماء اللي غيتسلق فيها الحمص، نضيف القليل من الملح،
الملح كتخلي الحمص يجي لذيذ. صافي، من بعد نضيف نصف ملعقه صغيره من الكركم ونوضع الاناء على النار، نخلي حتى الحمص يتسلق عاد نعود نرجع معكم. في هذه الاثناء ناخذ الباذنجان، 3 حبات من الباذنجان اللي غسلتها مزيان ونظفتها. نقطع الباذنجان الى دوائر، صافي غادي نزول له هذا الراس ديالو كيف كتشوفوا. من بعد نقطعه الى دوائر ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه كيف كتشوفوا، هذا هو السمك ديالها. نستمر على هذا الشكل هذا حتى نقطع الكميه اللي عندي ديال الباذنجان كامله. من بعد ما كملت الكميه كامله قطعتها وضعتها في اناء وضفت لها الماء حتى يتغطى هذا الباذنجان بالماء. من بعد ضفت القليل من الملح كيف كتشوفوا، وغادي نوضع واحد الاناء يكون ثقيل باش الباذنجان ينزل لتحت في الماء، ونخليه نصف ساعه ونعود نرجع معكم. صافي، من بعد مرت نصف ساعه صفيت هذاك الباذنجان، غادي نحاول انني نمسحه من الماء اللي فيه كيف كتشوفوا. الطريقه هذه مهمه جدا حتى الباذنجان ما يشربش لينا الزيت بزاف، لانني غادي نقليه في الزيت. صافي، غادي نمسحه مزيان كيف كتشوفوا من الماء. من بعد غادي نوضع مقلاه على النار، نوضع فيها زيت ونوضع قطع الباذنجان حتى تحمر وتاخذ هذاك اللون الذهبي كيف كتشوفوا. الطريقه بسيطه جدا. الطاجين كيجي رائع جدا، من ألذ ما يكون، انا شخصيا كيعجبني بزاف. صافي، غادي نخلي هاد الدوائر ديال الباذنجان حتى تحمر ونقلبها للجهه الاخرى. صافي، الكميه ديال الباذنجان كامله قليتها، تحمرات خدات هذاك اللون الذهبي. غادي نرجع معكم باش نشوفوا الطاجين. انا الطاجين مرت عليه 40 دقيقه، انا قلت لكم غنخليه نصف ساعه لكن خليته 40 دقيقه تقريبا. اللحم طاب، الطاجين تقريبا واجد. نضيف دوائر الباذنجان هكذا في الجوانب على هذا الشكل هذا. نحاول انني نرص الباذنجان بشكل جميل باش الطاجين ياخذ واحد الجماليه. صافي، كيف كتشوفوا نوضع الباذنجان في الجوانب، والكميه اللي غادي تبقى نوضعها من فوق اللحم على هذا الشكل هذا. طريقه بسيطه كيف كتشوفوا، كنحصلوا على طاجين رائع جدا من ألذ ما يكون. الحمص صافي تسلق، غادي نوضعوه هكذا من الفوق. انا خديت من المرق اللي في الطاجين وضفت فوق الحمص باش الحمص حتى هو يجي لذيذ بزاف. صافي، كيف كتشوفوا الطاجين واجد، رشيته من الفوق بالبقدونس او المعدنوس مفروم فقط للتزيين. صافي، كيف كتشوفوا هذا هو الطاجين ديال اليوم، هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديال اليوم، طاجين المدربل المراكشي بالدنجال والحمص، كيجي لذيذ بزاف من اسهل وألذ ما يكون. صدقوني ما غاديش تندموا الا جربتوا هذا الطاجين ديال اليوم، خصوصا عشاق الباذنجان، كيجي رائع جدا سهل التحضير. هذا هو الشكل النهائي، كيجي رائع جميل جدا شكلا ومذاقا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وانا مأكدة الا جربتوا هذا الطاجين ديال اليوم غادي يعجبكم بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من التعاليق ديالكم الجميله، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.